ومن اليوم ان شاء الله ما غادي تبقاو تمشيو للمطاعم تاكلوا الحوت، غادي توجدوا الحوت ديال المطاعم وغادي توجدوه في داركم. شوفوا البنات، كيجي البنات بحال الزبده، شوفوا السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال صحيحه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم البنات ان شاء الله فيديو جديد وشهيوه جديده، واليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم الحوت بالطريقه ديال المطاعم. انا متاكده ان كلنا كيعجبنا الحوت اللي كيحطوا لنا في المطاعم. كم بقاو كنقولوا شنو هو السر، لاننا كنشوفوا هذاك الحوت كيكون هكذا بيض، يعني ما فيهش العطريه وما فيهش القزبر وما فيه حتى شي حاجه، ولكن كيجينا لذيذ. صراحه ماشي كلشي المطاعم البنات كيديروا هذه الطريقه، ولكن انا جبت لكم الطريقه اللي غادي تنسيكم في المطاعم، ومن اليوم ان شاء الله تبقاو تصاوبوا الحوت ديالكم في الدار. المهم البنات، هنايا انا عندي كميه ديال الحوت، عندي شويه ديال الفارخ كالامار، وعندي السول، وواحد شويه ديال الكروفيت. انتما البنات ديروا اي حوت بغيتوه، كنهضر على الحوت البيض، يعني اي حوت كتاكلوه نتوما اولا كياكلوا وليداتكم، مهم ديروه. مهم هنا البنات غادي ندوزو ان شاء الله المقادير والطريقه في نفس الوقت. غادي ندوزو البنات بعدا اول حاجه غادي نستعمل فقط القزبر في هذه الوصفه هذه، ما غاديش نستعملوا المعدنوس، غادي نستعملوا فقط القزبر. مهم البنات انا غادي نقطعو، غادي نقطعو مهم بهذه الطريقه هذه. عندي هنايا القزبر، عندي الثومه، وعندي معنا ندير معكم شنو غندير بالضبط. صافي غنحك هنايا الثومه، غنحتاجوا لهاد الحوت هذا البنات واحد هكذا جوج معالق صغار ديال البزار، حلو، جوج معالق صغار ديال الملحه. ما تخافوش البنات من هاد العطريه، راه ما غاديش كاع تبان لكم نهائيا في الحوت ديالكم. غادي ناخذ هكذا واحد ثلاثه ديال المعالق ديال الزعتر، وغادي ناخذ جوج معالق صغار ديال الهريسه. كما قلت لكم البنات البزار هاد التصنيع. صافي البنات هنايا درت الهريسه والبزار و الزعتر والملحه. صافي دابا غادي ندير الثومه، كما قلنا غندير فقط الكزبره. هما البنات الحامض، الا كانت عندكم البنات حامضه كبيره ديروا وحده، كان عندكم الحامض صغير ديروا زوج، انا غندير زوج ديال الحامضات. غادي نخوي لهم الداخل ديالهم هنا، صافي البنات دابا من بعد ما طحنتو، يعني غادي نولي لكم بحال هكا، فهمتو؟ غادي نخوي هنايا، وغادي نزيد نشلل هاد الكاس هذا. غادي نزيد البنات، هنا شللت كيما شفتو الكاس، وغادي نزيدو على هاد الخطة. صافي البنات هنايا غادي ناخد هاد الحوت كيما قلنا، وغادي نخويه هنا. غادي نخليوها البنات واحد المدة بين 20 دقيقة حتى نص ساعة. غنحركو يدينا، صافي البنات دابا غادي نخليوه مدة بين 20 دقيقة حتى نص ساعة، ومن بعد غادي نرجع لكم. دابا هنا البنات غادي ندوزو للخلطه اللي غادي تكمل لنا هاد الخلطه الاولى ديال الحوت. غادي نديرو هنايا مهم كميه ديال الماء،
المهم البنات هاد المقادير اللي كنعطيكم كاع ما تخافوش منهم، يعني الحوت ما غادي يجي لا مالح ولا حامض ولا حتى شي حاجه. غادي ندير جوج معالق كبار ديال الملحه هكذا، ندير هكذا الخل ديال الحامض، ندير هكذا نص كاس ديال ندير هنا نص كاس ديال الخل ديال الحامض، غادي نخلطهم. هاد الطحين البنات ملي كنزيدو معاه مايزينا هو اللي كيعطينا داك الحوت هكذا كيجي كبير وكيجي مقرمش، وكتجينا الحوته المرسو ديال الحوت كيجي كبير. المهم البنات هانتوما غتشوفوا معايا، غادي ندير لهم هنايا المهم كميه ديال المايزينا اللي تكون شويه كثيره، هنا ما نديرو لا ملح لا حتى شي حاجه، صافي ديروا هكذا في شي بون هكذا اللي يكون هكذا زعما غارق باش ما يعذبكمش. البنات كنهز الحوت من هنا كنرجعو هنا في هاد الماء هذا، غتخدمو بيديكم ومن بعد ندوزو هكذا في هداك الطحين وما زينا. ما تبقاش تكثروا البنات بزاف، ديروا غير الكميه اللي غادي تقليو باش ما يبقاش الحوت كيتعجل لكم داك الطحين. سمعتوا البنات؟ سمعت القميشة؟ شوفوا اللون، الفرخ دابا البنات غادي ندير الفرخ اللي حتى هو درت له نفس الطريقه. هنا البنات غادي ندير هاد لاصوص هادي اللي كتجي زوينه اللي كترافق الحوت. هنا فقط عندي المطيشه غادي نحكها في الحكاكه الرقيقه، وغادي نزيد عليها القزبر والمعدنوس وواحد جوج جروز ديال الثومه محكوكين، فقط هادشي اللي غندير فيها. وغادي نديروا فيها غير واحد المعلقه ديال الزيت، ما تكثروش بزاف، غادي نديروا شويه ديال التخميره
شويه ديال الشلاف، وغادي ندير شويه ديال الزعتر، شكل بنات هادو هما المقادير اللي غندير فهاد لاصوص، وشويه ديال الهريسه، هادو هما البنات المقادير، وغادي نخليها طيب على خاطرها. وهنا البنات بهذيك الخلطه ديال الماي مايزينا اللي درنا، راه الزيت ما كتمشي لكمش وما كتحرقش، وكما كتشوفوا الحوت يعني كيولي لنا المرصوات نتاع الحوت كيرجعوا لنا كبار كما شفتوا، يعني البنات راه كيجي زوين غير جربوه، كيجي حتى هو مقرمش معنا برا والداخل كيجي نرطب. كما قلنا المايزينا والدقيق كتعطينا الحوت كيجينا المرصوات كيرجعوا كبار، هادشي اللي بغيت نوصل لكم. وكان هذا هو الحوت البنات ديالنا، نتمنى ان الطريقه ديالي تكون عجبتكم، ونتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه، وغادي تشكرني بزاف على هذا الحوت. ومن اليوم ان شاء الله ما غادي تبقاو تمشيو للمطاعم تاكلوا الحوت، غادي توجدوا الحوت ديال المطاعم وغادي توجدوه في داركم. كيجي البنات بحال الزبده، شوفوا صراحه هو الاروع، ما تقدروا زوين بزاف بزاف كما قلت لكم. نتمنى انكم